جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول في قضية أخرى: في مجالس أقاربي وأهلي لا يتورعون عن الكلام في الناس وغيبتهم والسخرية منهم، وأنا أكون جالسة معهم وأكره فعلهم فأنصحهم وقد لا يسمعوني، ولو سمعوني عادوا مرة أخرى للحديث في الناس، وأحيانا لا أستطيع أن أفعل شيئا إلا أن أترك المجلس وأنا كارهة بقلبي فعلهم. هل أنا مشاركة لهم في منكرهم هذا رغم أني أكرهه واضطررت مؤخرا للاعتزال الناس من أجل تلكم الذنوب جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الغيبة أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليك مناصحة هؤلاء والإنكار عليهم، فإن لم يمتثلوا واستمروا في الغيبة فإنك لا يجوز لك الجلوس معهم لأنهم يكونون على معصية، ولا يجوز لك أن تجلسي معهم ولو كنت كارهة لما يفعلون، فعليك باعتزال مجلسهم لتسلمي في نفسك. نعم.